مرض التوحد بناء على تعريف منظمة الصحة العالمية هو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ. لحد دلوقتي مش عارفين الأسباب المباشرة له. من 20 سنة مثلا ما كانش الناس والأسر تسمع عن المرض ده وكانوا بيتعاملوا معاه بشكل مختلف. مع ازدياد الحالات ومع طبعا تخصص التوصيف والتشخيص ابتدينا نعرف انه الأعداد أكتر بكتير مما نتخيل. هل ممكن يبقى في رعاية؟ هل في توعية متناسبة مع المرض، متناسبة مع الزيادة، متناسبة مع معاناة الأسرة أو معاناة الطفل؟ خلينا نكون في حالة من التوعية والتساند مع أي أسرة عندها طفل متوحد. اول ما فتحت الجمعيه كان معظم الاولاد اللي بيقولي مثلا 70-80% بيقولي متشخصين غلط. مع التوعيه زادت ومع الوعي الاجتماعي والتعليم، لا بقى يجيلي دلوقتي مثلا يمكن 20-30% بس هم اللي متشخصين غلط، والباقي كله معظم الاهالي جايين لي اوريدي على الاقل عدوا على نفر او نفرين بتاع التخاطب. ياسر لما بيسمع مزيكا بيعزفها على طول، هو أصلا صغير بس ودنه موسيقية وإحساسه عالي جدا في المزيكا. البطولات هدف كل لاعب، والمركز الأول حلمنا كلنا. مكانك أيمن، البطل الوحيد اللي حقق 8 بطولات ورا بعض، حول كل تحدي لنجاح. تمرينه مرتين في اليوم صيف شتاء من 6 الصبح. أيمن مفيش زيه كتير في سنه. أحمد بيرسم من وهو صغير. كلنا كنا بنحب الرسم، في اللي بطل وفي اللي كمل. أحمد كمل وتطور وعلم نفسه بنفسه. السنة دي معانا شيرين رضا، هي شخصية محبوبة جدا وفنانة كبيرة. لما بيحصل وعي من خلال الفنانين، لما هما اللي بيتكلموا بيبقى صوتهم مسموع أكتر، بيقدروا يوصلوا لعدد أكبر من الناس. حملة السنة دي حملة ايد بتسلم ايد، هيكون معانا سفيرة الحملة ورئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم أستاذة داليا سليمان رئيسة الجمعية، والسفيرة أو سفيرة الحملة النجمة شيرين رضا.
صحيح وبرحب بيكم. بس هما ليه في الحملات اللي ممكن يبقى فيها غرض نبيل او ممكن تبقى الفكره معقده بيستعينوا بنجوم، نجوم معروفين ومحبوبين، عشان اول ما يدخلوا المكان او اول ما يتكلموا عن الكوز او عن الهدف ده الناس تنتبه وتلف وتبص؟ ده اللي حصل فعليا. اول ما شيرين دخلت الناس كلها اهتمت بالاوتيزم، وده احسن اختيار للحمله. برحب بنجمة شيرين رضا وبرحب باستاذة داليا سليمان رئيسة الجمعية المصرية للاوتيزم. اهلا بك. احكي لي عن حملة السنة دي واختيار شيرين، وشيرين هتكلمني عن الأطفال الأوتيستك أو المتوحدين، وخلينا نوسع دائرة المعرفة والتوعية بالمرض ده. حملة السنة دي اسمها إيد بتسلم إيد، والهدف منها إن إحنا شايف قبل كده كنا بنقول عايزين توعية، عايزين acceptance أو قبول في المجتمع. السنة دي بنقول لأ، ده مش كفاية. السنة دي احنا عايزين نعلم الناس ان هم يبقوا قادرين يستوعبوا الاطفال اللي عندهم اوتيزم ويتعاملوا معهم في المجتمع. فايد بتسلم ايد دي عبارة عن ان احنا بندرب، النهاردة بدأ فعلا تدريب ل 200 نفر من المحافظات، جالنا 200 اخصائي من المحافظات ودربناهم، هنقعد ندربهم لمدة اسبوع وهيرجعوا للمحافظات هم يدربوا اخصائيين تانيين. اختيارنا لشيرين رضا ان انا لو انا جيت اتكلم على اوتيزم لمدة 5 دقايق ممكن 5 يسمعوا لي، انت هتتكلمي هتلاقي 5 مليون بيسمعوا لك. وانا الفكرة ان انا عايزة انشر الموضوع، عايزة التوعية، فاكيد حد زي شيرين هيعمل كده احسن مني مليون مرة. صحيح. شيرين انا عرفت ان انت حضرتي معهم فعاليات وواخدة الموضوع بجد جدا. اكيد اكيد، يعني ما ينفعش ان انا ابقى سفيرة للتوحد وما يبقاش عندي فكرة، ما بقاش معرفش ازاي اتعامل مع الاطفال، معرفش مشاكلهم، معرفش المستوى بتاع التوحد اللي عندهم، لان في مستويات كتير، فكان لازم اروح واقضي معهم يوم. هم اطفال في الاخر، ملايكة ملايكة، حرام للأسف ان هم عندهم، هو مش مرض، هو اضطراب. بس هم عاديين، يعني في منهم كويسين جدا. في ولد سيف اللي شعره كيرلي اللي مدينا ظهره ده، علم نفسه فرنساوي بولندي ألماني وياباني. من على يوتيوب. من على يوتيوب. فهو مستوى ذكائه عالي جدا وبيتكلم كويس وبيتكلم عادي. انت عمرك ما هتحسي ان هو اوتيستك، بس ما يبصلكيش، ما يردوش لما تندهلهم، ذكي ذكاء غير طبيعي. وفي ولد تاني حبيبي، هو اكبر شويه، عنده 16 سنه. لو قلتي له مثلا شهر مارس يوم 22 سنه 1930 هيقول لك يوم حد، قولي له اي يوم. فهم مخهم بيشتغل بطريقه تانية، عندهم نقط تميز يعني بالغه في حته تانية غير التواصل. حاجه مبهره. مبهره. الاسر بتشوفيهم ازاي او عايزه توصلي لهم ازاي؟ الاسر غلابه. لما ما يكونش في ثقافه وعلم ما بيبقوش فاهمين انه ده توحد، بيبقوا فاكرينه ملبوس. ففي مثلا واحدة بنت قعدت في قفص لمدة 16 سنة، أهلها حاطينها في قفص. فطبعا أنا البنت صعبان عليا والأهل كمان صعبانين عليا لأن هم مش فاهمين. فاللي احنا بنحاول نعمله إن احنا نوصل معلومات كتير لكل الناس، وحد يسلم حد معلومة، اللي هو ايد تسلم ايد، نسلم بعض المعلومات. يعني كل الجمهور اللي هنا هو النهارده، يا ريت بعد ما تشوف ما بتسمعوا الحلقه دي احكوا للناس اللي حواليك، ويمكن حد يكون عنده حد عنده توحد وهم مش عارفين فيبقوا خايفين. شيرين قالت نقطه مهمه، يمكن يكون اول رد فعل ليك من اسره ما مش عارفه تتعامل مع طفلها المتوحد ان انت تبقى متضايق منها وتكون عايز تتخانق معاهم، بس لو تمهلت شويه هتلاقي انه هو العيب الاول على انه اللي ما وعاهمش. ده حاجه لها علاقه بالمدرسه، حاجه لها علاقه بالاعلام، حاجه لها علاقه بالجمعيات الاهليه، ان هو في الاول يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الطفل ده. موافقاكي جدا. التعامل مع الطفل ده ازاي في
في شعب ما عندوش خلفيه كبيره، او هقول في يعني الخلفيه مش كبيره قوي عن مرض التوحد. ما احنا عشان كده بنحاول نزود التوعيه، بنحاول نزود التوعيه على كل المستويات. يعني مثلا بالنسبه للاخصائيين قلت لحضرتك بنعمل لهم تريننج، بالنسبه للمدارس عاملين حاجه ان احنا يعني انا في ايديال وورلد او حلمي ان الاطفال بتوع المدارس يكبروا معاهم اطفال توحد في الفصل، او فاهمين ايه هو، يعني الجيل الجديد كله يكبر عنده وعي في دمج في المدارس بالظبط. فايه اللي عملناه ان احنا اخذنا من كل مدرسه حكومه وخاصه دلوقتي ناس زي سفره بتوعنا بيجوا يتدربوا عندنا تدريب مكثف، وهم سلمناهم هم الستودنتس الطلاب المسؤوليه ان هم يرجعوا يعلموا بقيه الطلاب اللي في المدرسه ايه هو التوحد. وساعات بنبعت الاولاد بتوعنا يلعبوا معاهم في الفسحه وكده عشان يتعاملوا معاهم، عشان الواحد بيخاف من اللي ما يعرفوش، فاما بيتعاملوا معاهم ويلعبوا معاهم وكده يعني بيحسوا ويشوفوا حاجات زي اللي شيرين شافتها، الولد اللي هو بيقول التواريخ وكده، دي بتجذب الاطفال، بنوريهم الحاجات الحلوه اللي موجوده، فمش بيبقوا بس مش خايفين منهم، لا مبهورين بيهم. طيب الاحصائيات بقى، يعني احنا الارقام في ارقام موجوده بس احنا مش متاكدين الارقام دي مظبوطه. لو بتكلم على مصر ما عندناش احصائيات اكيده. احنا بنيجي نتكلم بنتكلم على الاحصائيات العالميه، لان في مصر عندنا حاجه اسمها هيدن اوتيزم، الاولاد اللي متشخصوش او اللي تشخصوا غلط كتيره جدا جدا جدا. اكيد 3 ارباع اللي مسجلين دول من القاهره الكبرى او القاهره والاسكندريه مثلا، انما يمكن يكون في الاقاليم الارقام تقريبا مش موجوده خالص. لا مش بقى. هم دول الهيدن اوتيزم، هم دول مش متشخصين عشان ما فيش وعي خالص. طب انا هتخيل لو انا حد من المحافظات وعارف ان انا طفلي عنده اوتيزم وتم تشخيصه، بيجوا فعلا. لا قولي لي ايه الخدمات اللي ممكن تكون موجوده في المحافظات بقى للاطفال الاوتستيك؟ ما هو مفيش، احنا عشان كده عاملين التدريب ده. مفيش يعني احنا التدريب ده عباره عن احنا واخدين متفقين مع وزاره التضامن، جايبين الاخصائيين من حضانات وزاره التضامن، السايكايترست من مستشفيات التامين الصحي، ومدرسين تربيه فكريه من وزارة التربية والتعليم، هم دول اللي جم يعملوا التدريب معانا على أساس كل واحد يرجع في المكان اللي اوريدي موجود عنده في المستشفى في الحضانة أو في المدرسة، يدربوا أخصائيين تانيين ويدوا الخدمات دي في الأماكن اللي اوريدي موجودة. مش بنطلب منهم نفتح مكان جديد لا، في الأماكن الموجودة عرفوا يتعاملوا مع الأولاد ودربوا أخصائيين ودربوا الأهالي. شيرين كنت بقول انه يمكن من 20 سنة كانوا أهالينا ما يعني كلمة أوتيزم ما كانتش من الكلمات المتداولة. لا صح، ما كناش يعني في آخر 20 سنة بس ابتدينا نسمع الكلمة دي. من سنة 43 أظن أول حالة أول حالة أوتيزم اتشخصت كانت سنة 1943. بس عقبال ما وصلت لنا بقى يعني قصدي في العائلات وفي الأسر ما نفتكرش إنه حد الكلمة دي ما كانتش بتتقال. ما كانش فيه. علشان أنت أول مرة سمعتي عن أوتيزم كان إمتى أو من كام سنة؟ يعني اعتقد 6-7 سنين. من 6-7 سنين اول مره. ايه ده السندروم؟ او يمكن اكتر شويه لما نزل فيلم، في فيلم اسمه رين مان، وعملوا فيلم مصري توم كروز وداستن هوفمان، وعملوا فيلم مصري اسمه التوربيني. هو الشخصيه اللي بتعرف تعد الكوتشينه الورق والحاجات دي، ده عنده اوتيزم. احكي لي اكتر على الاجراءات اللي المفروض الاب والام يعملوها لما يشكوا انه طفلهم بعد سنه ونص تقريبا او سنتين يحس انه او يقلقوا ان هو اوتستيك. هو مبدئيا عاده معظم الاهالي بيحكوا لي ان هو بيبقى طفل بينمو طبيعي خالص، ودي حاجه برضو صعبه على الاهل جدا، ان بيبقى عندها الام عندها طفل ابتدى يتكلم وبيمشي وبيجري يحضنها اما ترجع البيت، ومره واحده عند سن 18 شهر كده يبتدي يفقد المهارات، يعني حتى الكلمات اللي كانت عنده تبتدي تروح، يبتدي يقعد لوحده في اوضه ضلمه مثلا او يبص على النور كده ويعمل حركات روتينيه رتميه، مثلا يقعد يهز جسمه يرفرف بايده ويعمل اصوات متكرره. بعد ما كان بيجري عليها اما بيشوفها بقت تعدي من قدامه ولا اكنه عارفها. فطبعا دي نفسيا على الاهل قويه جدا، كل واحد بيلوم نفسه يقول يمكن عشان فطمته، يمكن عشان اتخانقت مع باباه، يمكن عشان كنت بسيبه قدام التلفزيون. مفيش المخ مش قادر يستوعب ان ده كان هيحصل كده كده. فاول حاجه دايما الامهات بتشتكي منها ان انا شكيت انه فقد السمع، لاني بندهه مش بيرد، فهم اوتوماتيكلي بيروحوا رايحين يعملوا مقياس سمع، فالدكتور بيقول لهم لا بيسمع،
فتبتدي بقى اللفة، يبتدوا يروحوا لبتاع تخاطب، يبتدوا يروحوا لدكاترة نفسيين، هم المفروض ساعتها بقى يعني فعلا يروحوا حاجة زي مستشفى التأمين الصحي، الجمعية، الجمعية المصرية للأوتيزم، أي جمعية بيتعاملوا مع التوحد ياخدوا تشخيص. والتشخيص لأن احنا عايزين تشخيص بدري ليه؟ عشان غاية النهاردة احنا مش عارفين سبب الأوتيزم، فما فيش علاج للأوتيزم. الحاجة الوحيدة اللي ثابتة بتحسن الحالة التدخل المبكر اللي هو العلاج السلوكي بالبيهيفير، وده ممكن يحسن الحالة لدرجة انه ممكن يخشوا مدرسة وجامعة ويتجوزوا. الحالات الخفيفة اللي بياخدوا شغل مكثف ويبتدوا من سن صغير فرصهم احسن في العلاج. عشرين انا معرفش سمعتي انه في ناس اوتيستك دخلوا الجامعة وخلصوا الجامعة، في ولد عنده 6 سنين دخل اوكسفورد يونيفرسيتي. 6 سنين؟ 6 سنين اصغر شخص دخل اوكسفورد يونيفرسيتي كان اوتيستك. اوتيستك عنده 6 سنين وهو عنده 4 سنين علم نفسه يكتب على الكمبيوتر على الكيبورد سوري، و6 سنين كان في الجامعة. عندهم سبيشال بروجرامز علشانهم، هو اجتماعيا بيبقى محتاج لمامته محتاج لحد، انما هو في دراسيا هو هنا بيجري مخه بيجري اسرع من جسمه اكيد. في مصر في ناس في الجامعة اوتيستك؟ انا السنة دي دخلنا عندنا ولد في الجامعة الامريكية عاملين له اكوموديشنز رهيبه عشان يقدر يستمر، ومستمر فعلا وماشي كويس جدا. حاليا مامته قاعده جنبه، هي الشادو بتاعته قاعده جنبه في المحاضرات، بيعرف يحل لوحده، بيعرف يشتغل ويعمل الاساينمنتس وكل حاجه. يمكن بس وقت اللي مثلا البريكس او الفسحه او بين المحاضرات وكده بيبقى متوتر جدا، مش بيعرف يقعد لوحده لسه. اول لما يبقى في جزء اجتماعي بيتوتر جدا، فدي اللي لسه بنحاول نسحب مامته تدريجيا وندخل بدلها بادي اللي هو حاجه اسمها بادي سيستم، ان يبقى طالب تاني هو للمرافق مهتم بيه بدل والدته. ايه اصعب المواقف اللي ممكن الاسره تتحط فيها مع الطفل الاوتيستك؟ لا هم الحقيقه الاسر غلابه جدا وبيتحطوا في مواقف سخيفه جدا جدا جدا، لان على قد ما هي نعمه ورحمه ان الاولاد شكلهم طبيعي وساعات بيبقى شكلهم احلى من الطبيعي، على قد ما هي بتبقى مشكله للاهل. لان انت لما بيبقى عندك طفل داون سيندروم وباين ملامحه، فالمجتمع بيتوقع وبيقبل منه سلوكيات معينه عشان بيبقى عارف ان ده طفل عنده قدرات خاصه فبيقبل منه. انما طفل اوتيستيك طفل شكله طبيعي 100%، فانت ممكن يبقى عندك طفل عنده مش طفل بقى راجل عنده 18 سنه وبيرمي نفسه على الارض وبيعض ايده وبيخبط راسه في الحيطه، واي حد معدي مش فاهم، فاللي يقول لها لمي ابنك متدلع. الناس اللي عندهم توحد شكلهم زينا بس تصرفاتهم مش زينا، فاحنا ما نعرفش، هم مش لابسين بادج مكتوب عليه ان هم عندهم توحد. بنحاول نطلع كارنيه او بطاقه تقول ان معلش ابني عنده توحد، ما ينفعش يقف طابور في المطار. انت مش متخيله سفريه بالنسبه لاهل عندهم طفل توحد بيشيلوا هم السفريه دي ازاي، لان هو عبال ما ينفعش يقف طابور نص ساعه ساعه عند الجوازات، هيكون رمى نفسه على الارض، هيكون ابتدى يعض نفسه ويضرب نفسه. عبء كبير على الاهل قبل ما يسافروا، صوت الطياره هيضايقه، هيبتدي يعمل حركات روتينيه، هيسد ودنه، ممكن يكون سامع الصوت ده اكنه شنيور في ودنه، فطبعا هيبقى ردود فعله كده. صحيح انه الطفل المتوحد بيبقى فيه شخص او ماكسيمم شخصين يعني هو اللي بيقدر يعمل معاهم علاقه، ولا دي معلومه مش مظبوطه؟ لا هو مش كده، هو في الاول هو عشان القصور بيبقى في التواصل والناحيه الاجتماعيه والسلوكيات، ففي الناحيه الاجتماعيه هو بيرتبط او بيعرف يشتغل مع، هو مش بيعرف يعمم يعني زي مثلا اتكلم مع شيرين علمته زي ما انت مثلا علمتي سيف ايه، علمتي سيف الهاي فايف بتاعتك، فهو سيف هيقعد يعمل كل ما يشوف شيرين هيعمل معاها الهاي فايف دي، مش بيعرف يعمم، مش هيعملها معاكي خلاص بالظبط. فهم في الاول بيعملوا كده، بيعملوا اسوسيشنز او ترابطات مع شخص معين او مواقف معينه، وغايه ما بنعلمهم يعمموا، فدي نفس الفكره. فعشان الام هي اللي مرتبطه بيه اكتر، هي اللي مثلا الام اللي بتاكله وبتنيمه، لو حاولنا نعلمها تشتغل معاه يرفض.
لا بتاعت التخاطب اللي بتكلم معاها، بتاعت الاخصائيه النفسيه اللي مثلا بعمل كذا معاها بشتغل معاها، انت امي، لا انت بتاعت اللعب والاكل والدلع بس. بعد الفاصل هرجع ونكمل مع الاوتيزم، بس محتاجه انه كمان شيرين تستحضر كل الاسئله اللي هي فكرت فيها، لانه في النهايه سفير اي حمله مش بالضروره يكون خبير فيها، بس على الاقل يكون متعاطف من قلبه ويدي مجهوده وطبعا صورته للترويج للحملة أو لزيادة الوعي بيها. عايز أعرف إيه الأسئلة اللي في دماغها عن مرض التوحد، نسأله في وجود أستاذة داليا سليمان بعد الفاصل. عارفين إن فرشور في استعداد وراثي، الاستعداد الوراثي ده الطفل بيتولد بيه وعند سن 18 شهر بيظهر. اقول لك انت اول مره اسم الممر جاي كده، من الانكسار الى الانتصار، ده ممر في حياه كل بني ادم. سيلفستر ستالون عنده ولد اوتيستيك. اعاده التفكير في كيفيه الاخذ بالصقر كانت بدايه لنجاح وانتصار تاريخي اخر. احصائيان بيقولوا ان اي عيله عندها طفل اوتيزم 20% لايكلي اكتر من عيله تانية يخلفوا طفل تاني اوتيستيك. المؤلف كان عند شريف عرفه وجابوا لي هما الاثنين وسالوا، قلت له لا اعمله. كل 68 مولود في مولود اوتيستيك. انا بالصدفه عارفه لما تتفرجي على انستجرام كده وتلاقي كل الصور، كل شويه يجي لي حاجه على على التوحد. النطه دي اخبارها ايه؟ قلت له بص يا احمد انا لو منك ما تنطش. قال لي انت مأمن عليا؟ قلت له ب 50,000 جنيه. قال لي ايه؟ ب 50,000 جنيه بس؟ قلت له ايه ب 50,000 جنيه؟ بشكل كبير جدا. شيرين اكيد كان في الاول عندك اسئله كتيره جدا لها علاقه بالتوحد سواء الطفل او الاسره، قولي لي شويه من الاسئله اللي في دماغك. هو بالصدفه انا بالصدفه عارفه لما تتفرجي على انستجرام كده وتلاقي كل الصور، كل شويه يجي لي حاجه على على التوحد، كل شويه يجي لي حاجه على التوحد، فافتح واقرا واشوف وبعدين وانا اعمل الريسيرش من نفسي، وبعدين داليا كلمتني فكنت عاوز اعرف هل زي ما بيقولوا بيجي من الفاكسينز التطعيمات ولا لا؟ لانه الناس كتير قوي بتقولك التطعيمات هي اللي بتجيب الاوتيزم. فاسئله بقى من دي مليون الف سؤال، ولحد النهارده كل ما يجي لي سؤال لازم اساله، عاوزه اعرف اكتر عشان اعرف اساعد ازاي. انت بتقولي اللي هي مش الاخطاء الشائعه، الافكار الشائعه اللي ما حدش عارف هي صحيحه ولا مش صحيحه. ايه موضوع التطعيمات دي؟ هو احنا لغايه النهارده مش عارفين ايه هو سبب الاوتيزم، اوكي؟ يعني عارفين ان فورشور في استعداد وراثي، الاستعداد الوراثي ده الطفل بيتولد بيه وعند سن 18 شهر بيظهر، اوكي؟ بس لازم يحصل تريجر من البيئه. التريجر من البيئه ده ممكن يبقى كان فاكسين تقيل على الجسم، اوكي؟ هو الفاكسين اللي بيتكلموا عليه اللي هو الام ام ار، المامس والميزز روبيلا اللي هو الثلاثي. ده تقيل على الجسم فعلا، بس مش ده بس، لان زي ما شيرين قالت 1943 مع اول حاله اوتيزم ما كانش حد بيطعم، فاكيد مش ده بس. صح، اوكي، تفكير منطقي. فبرضه واحده من النظريات التانية اللي هي الليكي جات، ان هو ان في انزيمز معينه الجسم مش بيعرف يفرزها فبتتبعت كتوكسيدز على المخ فبتسبب الحاله بتاعه الكلاودينس ده اللي هي موجوده عند الاوتيزم. ففي مليون نظريه مش عارفين لغايه دلوقتي ايه انهي واحده فيهم اللي مظبوطه، ممكن يبقى كتير منهم، بس هو اللي اكيد صح ان في استعداد وراثي. واحنا ليه بنقول ان عارفين ان في استعداد وراثي؟ لان انا عندي عائلات فيهم ثلاث اولاد اوتيزم، الناس مخلفه ثلاث ولاد ثلاث بنات كلهم عندهم اوتيزم. واحصائيان بيقولوا ان اي عيله عندها طفل اوتيزم 20% لايكلي اكتر من عيله تانية يخلفوا طفل تاني اوتيستك في نفس العيله. يعني قصدي نفس الاب والام. تومي هيلفيجر عنده ولد وبنت اوتيستك بتاع الازياء، تومي هيلفيجر الماركه المشهوره دي. عنده طفل، عنده ولد وبنت اوتيستك الاثنين. وبيتكلم عن سيلفستر ستالون عنده ولد اوتيستك. سيلفستر ستالون عنده مش عيب. بالعكس، ده هو بيخلي مش بس التحرر، بيخلي انه الكوميونتي او المجتمع اللي حواليك اذا ما كانش هيساعدك على الاقل ما يحطش عقبات قدامك. يعني خلي المجتمع اللي حواليك متفهم ظرف الطفل وظرفك. بتهيالي هي فكره اللي بيخبي هو اللي بيبقى تعبان اكتر. ايه تاني من الاسئله الشائعه استاذه داليا الناس بتتكلم فيها على الاوتيزم؟
كتير جدا بيجوا يقولوا لي هو فعلا نسبه ذكائهم عاليه جدا، فاقول لهم مش كلهم، بالعكس في كتير جدا منهم عندهم تاخر ذهني، 75% منهم عندهم تاخر ذهني. الاسئله اللي بتسالها برضو هل كلهم عندهم سكيل معينه هم شاطرين جدا فيها؟ لا مش كلهم، في منهم بشرح ان احنا كلنا عندنا السكيلز بتاعتنا متشابهه، يعني انا مثلا قدراتي الاجتماعيه قريبه من قدرات التواصل، كلهم متشابهين. عشان اشخص اوتيزم لازم يبقى عنده حاجه اسمها ان ايفن بروفايل اوف سكيلز، يعني المهارات بتاعته مختلفه تماما، يبقى مهاره الناحيه الاجتماعيه مثلا ضعيفه جدا جدا جدا، انما الفيجوال البصريه قويه جدا، بس مش معناها ان كل حد مهاراته عنده سكيل معينه هايله او عنده واحنا مش مكتشفينها، يعني ممكن تكون موجوده بس احنا ما حصلش مصادفه. مش كلهم زي من الافلام بتوري كده، يعني مش كلهم زي الافلام. لا لا, لا. يعني احنا اما بنعوز نقول لحد يبقى كرييتيف، ها بنقوله ايه؟ think outside the box، فكر بطريقه مختلفه. اوكي احنا اجتماعيا كلنا حافظين قوانين معينه، يعني حافظين ان مثلا ده عيب، انا حافظه ان انا لو رميت مسكت تفاحه كده وسبتها هتقع. ليه هتقع التفاحه دي؟ عشان قانون الجاذبيه. بالظبط، عشان انا عارفه قانون الجاذبيه. الطفل الاوتستيك مش عارف قانون الجاذبيه، فبيعمل ايه؟ طول ما هو قاعد يروح ماسك حاجه موقعه، وماسك حاجه موقعه، بيكتشف من اول وجديد. بس ما عندوش سيلينج بقى، يعني هو جرب بدي هيجرب بدي هيجرب بدي. في اطفال اوتستيك كتيره جدا كبروا بقوا ميتافيزيسيستس من كتر اما هم they think outside the box، اللي ما عندهمش سيلينج اللي المجتمع قاله لهم. ايوه حركات كتيره من الروتينيه اللي انت شايفاها ده هو اكشلي بيحاول يكتشف قوانين الدنيا ماشيه ازاي. فهو بينسى ده، بيفكر بره، بيفكر في يعني ما عندوش الليميتس اللي عندنا بطريقه مختلفه. الطفل المتوحد افضل حاجه بالنسبه له ان هو عايز يقعد لوحده، مش عايز يشوف حد ولا يتعامل ولا معه، ما يعرفوش يطلبه. يعني هو لو عاوز ميه ما يعرفش يقول لك ان هو عطشان. انت عارفه بيعملوا ايه؟ بيصوتوا او يجي ياخد ايدك مشاورش، يجي ياخد ايدك ويرميها، شايفك انت كوسيله زي اكنك سلم. بالظبط اكنك سلم هتناوليه ازازه المايه اللي فوق دي، فيروح جاي ماسك ايدك كده ورميها، هاتي المايه. ممكن حد يشوفها دي انه ده عنف، انه هو بيضرب، انما هو بالنسبه له بيحاول يطول المايه. بس حتى في الاول مش بيعرفوا يشاوروا، اما بتشاوري دي لغه غير لفظيه، حتى دي مش عنده. شيرين انت دخلتي في العالم ده اللي كتير جدا مننا ما يعرفوهوش. يعني اختم الفقره دي باحاسيسك الشخصيه اللي لها علاقه بالحمله، وحلمك اللي ممكن يكون مرتبط بالحمل. اولا انا مبسوطه وفخوره ان هي اختارتني ان انا ابقى سفيره للتوحد، عشان اعرف. انا بحب اتكلم، وبحب اتكلم بحب اكتب كتير، فادتني فرصه ان انا ابتدي اعرف اقدر اكتب بقى، اكتب على تويتر، اكتب على فيسبوك، اكتب انطباعاتي. لا وانا لازم اقطعك، شيرين من بقالها اسبوع هي اللي بتبعت لي واتسابات كل يوم عن الاوتيزم، كل شويه تلاقي مقاله حلوه تروح بعتها لي، تقولي ده فلان فلان طلع اخترع حاجه في امريكا انا هعرفك عليه. فبقت هي اللي بتبعت لي المقاله. انا على فكره يعني هو طبعا الجزء العام مهم، انما كمان نوظف الانرجي اللي عند شيرين في الحياه. انا بقعد اتخانق على تويتر والله هايله. والله اتخانق على الاوتيزم. ايوه يعني ده على الاقل في منفعه عامه صح؟ ده عظيم. انا بشكر شكر جزيل استاذه داليا سليمان رئيس الجمعيه المصريه للاوتيزم. وبشدة النجمة شيرين رضا. وفي الأفلام اللي فيها أمل دايما بتجول التفاؤل زي الافلام الهندي. اول مره الكواليس دي تتذاع، الافلام بنحبها جدا. احنا جايبين حاجات دي اول مره ممكن نقولها، يعني جايبين حاجات ماتيريال جديده للاكشن. التعتيم والسريه المطلقه دي حقيقه على فيلم الممر. فعلا في تعتيم، يعني المؤلف باع لك الفكره قبل ما يتكتب. ده راجل يومين بيروح يعمل عمليه في العمق الاسرائيلي ويرجع، فحاجه تخوف. يعني 2009 الجزيره واحد غير اجور نفس الناس في 2014. قد تكون اكبر تكلفه لفيلم. احنا بناخد منهم دعم لوجستي. طبعا جزيره واحد، جزيره دي بقت كلاسيكس.
على فكرة احنا جايبين حقائق أول مرة تتقال.